بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بص يا ليك العزيز، لازم تدي ريسبكت كبير لفريق شتوتجارت بصراحه. يعني شتوتجارت ومدربهم عملوا ماتش محترم جدا جدا امام ريال مدريد. والناحيه الثانيه لازم تتكلم على جد كارلو انشيلوتي. بص افرجك على حته حلوه، ايه رايك يا صاحبي؟ لا بجد ايه رايك يا صاحبي؟ هتقول لي معلش يا زميلي انا شايف ان في حاجه غلط في التمركز ده. بالظبط يا صديقي العزيز، ده مش في حاجه غلط، ده في كوارث يا صديقي العزيز. هتقول لي يا صاحبي هي إيه في مساحه فاضيه هنا؟ دي بتاعت مين دي؟ دي بتاع المساك. بتاع مين يا كابتن؟ بتاع المساك. ما هو جدي كارلو انشيلوتي بدا النهارده بفكره داني كارفاخال وكمان فاسكيس ووجود روديجر وكمان فيرناند ميندي. فتقعد تقول مين المساك الثاني؟ مين المساك الثاني؟ مين المساك الثاني؟ تشاوميني. واه يا صاحبي تشاوميني، انت بتقطط كتير ليه الفتره الاخيره؟ تشاوميني كان هو المساك الثاني ده بجد. اه والله تشاوميني كان هو المساك الثاني. تشاوميني كان هو بس انت بتعمل ايه يا جدي؟ مش عارف، ما تدورش بقى معانا. تشاوميني كان هو المساك الثاني. فانت كنت بتحس كده ان ريال مدريد في عك في الفرقه. لا يا باشا، هو موضوع العك ده ما تركزش جدي كارلو، ما تركزش معاه على موضوع الافكار الفنيه، وما تركزش معاه على الحاجات دي. بالصلاه على النبي، الشوط الاول الخصم اللي قدامنا هينزل يخش معانا في الجيم ويشكل خطوره على مرمانا ويضيع فرص خطيره، وبعد كده حلها ربنا بقى الشوط الثاني. يعني هنحاول ان احنا نصلح اللي احنا عملناه الشوط الاول غلط. الشوط الاول افضل ما فيه تيبو كورتوا، رغم ان ريال مدريد عمال يضيع عادي جدا، بس افضل ما فيه تيبو كورتوا. وبعدين انت برضه بتدور على قصه تامين كيليان امبابي وتامين فيني وتامين كمان رودريجو. انت بتدور على تامين الثلاثه دول ان هم ما يرجعوش يدافعوا، فازاي مش هيرجعوا يدافعوا؟ انا هثبت فيرناند ميندي وهخلي الناحيه اليمين كارفاخال ولاعيب زي لعيب زي فاسكيس مع بعض. فكر فخال وفاسكس وقدامهم فريدريكو.